أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر، وهل كل مشرك كافر؟ الكفر يكون بالجحود، جحود الرب سبحانه، جحود الخالق، هذا كفر. ومنه الملاحدة الذين لا يقرون بالخالق الذي الدهرية، هؤلاء كفار، كفار ولا يقال مشركون لأنهم لا يقرون بالخالق. أما المشرك فهو الذي يقر بالخالق ويوحد الله بالربوبية لكن يشرك في الألوهية، هذا هو المشرك، هذا هو المشرك. كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا، قد يكون دهريا أو ملحدا أو طبيعيا لا يعترف بوجود الخالق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.